في إحدى القرى اشتكى رجل جيرانه إلى الحكيم قائلاً إنهم يطلبون الحزم وسن القوانين، وحين تنفيذها ينتقدونها ويرفضونها، فما السبيل إلى الحل؟ فقال الحكيم: لا تهتم يا ولدي، فالناس كل الناس هكذا في شرق وفي غرب. يا ولدي، قد لا تجد أحداً في العالم يرضى، صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغر، وخال يشتهي عملاً وذو عمل به ضجر، ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر، وذو الأولاد مهموم وطالبهم قد انفطر، ومن فقد الجمال شكى وقد يشكو الذي بهر، ويشقى المرء منهزماً ولا يرتاح منتصرا، ويبغي المجد في لهف فإن يظفر به فترا، شكاة ما لها حكم سوى الخصمين إن حضرا، فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ إلى اللقاء.